السلام عليكم يا كيف، شاد تكونوا بخير وعلى خير. نسمعوا الاخبار وبعد نشوفوا الحكايه. من اليوم ولمدة 3 أيام إثر استشهاد عدد من المواطنين المدنيين والعسكريين بفعل الحرائق التي مست بعض ولايات الوطن. يقتضي الحداد الوطني تجميدا مؤقتا لكافة النشاطات الحكومية والمحلية باستثناء التضامنية منها. حل الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن اليوم رفقة وفد وزاريها بولاية تيزي وزو التي تشهد منذ الاثنين الماضي حرائق أودت بحياة 69 شخصا من بين مدنيين وعسكريين، حيث وقف الوزير الأول على حجم الأضرار وتفقد ظروف استقبال العائلات المنكوبة عبر الإقامة الجامعية الرحلية بواد عيسى. وفي تصريح له خلال الزيارة أمر الوزير الأول وزير المالية بتخصيص ميزانية خاصة لتعويض المتضررين والشروع اليوم في جرد الخسائر. أعلنت الوزارة الأولى في بيان لها التوصل لاتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي يقضي باستئجار طائرتين لإطفاء الحرائق كانتا محل اشتغال في الحرائق المشتعلة في اليونان. وذكر البيان بأن الطائرتين ستكونان حيز الاستغلال ابتداء من اليوم في الولايات المتضررة من حرائق الغابات على غرار ولاية تيزي وزو وبيجان. بلغ عدد ضحايا الحرائق التي اندلعت الاثنين بولاية تيزي وزو لوحدها 69 قتيلا، منهم أكثر من 20 عسكريا. وقال النائب العام لدى مجلس قضاء تيزي وزو لدى استعراضه للحصيلة أمس تم تسجيل 49 ضحية مدنية وما يفوق 20 ضحية من العسكريين، مشيرا إلى وجود الجرحى بالمئات ويستحيل تحديد الحصيلة بالضبط في الوقت الحالي، مؤكدا أن هذه الحرائق فعل إجرامي مكتمل الأركان تصل عقوبته إلى الإعدام. بولاية عنابة لا تزال جهود الإطفاء متواصلة لإخماد الحريق الكبير الذي شب منذ البارحة بمنطقة عين بربر بإقليم بلدية سرايدي. وكانت ولاية عنابة قد شهدت اندلاع 8 حرائق في الساعات الماضية خلفت حسب حصيلة أولية إتلاف نحو 1000 هكتار من المساحات الغابية بإقليم سرايدي وقرابة 600 هكتار من الأدغال والأحراش ببلديات العلمة الشرفة وعين البردة. تقام غدا الجمعة صلاة الغائب على أرواح ضحايا حرائق الغابات. وجاء في بيان لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف دعوة المواطنين عقب صلاة الجمعة إلى الابتهال والدعاء بالرحمة والمغفرة للشهداء وبالصبر والسلوان لعائلاتهم. ختام الموجز، إلى اللقاء. الخير في متناول الجميع. والله ليكيب سمعنا الاخبار، الدنيا هاي حزنة، كاين حداد ثلاث ايام دارت الدولة. ربي يرحم الناس اللي ماتوا، ربي يصبر ما عليهم ان شاء الله الناس اللي تعرفها. الجزائر اللي ما تدوم ما قدرت تعيش فيها في اماد ما همش ملاح ياسر، في ديقا راهم بارتو، فتنة كبيرة صارية. العبد جاي يشوف في فيسبوك حكايات العبد قلبك يدور عليه، غلطوا في السيد، حكموا قتلوه حرقوه، بعد ظهر خاطي السيد وظهر كان يهدر في لاطيلي، والسيد جاي زوالي بسلف 50,000 جاي باه يعاون، غلطوا فيه جماعة وزربوا. نورمالمون ما تصلاش لقطة كيما هادي، خويا حكم لي السيد ديها خويا، خلي الدولة تدبر راسها فيها. تحرقو انت شكون انت باه تحرق السيد؟ غلطة غلطة كبيرة، غلطة كبيرة. جامي ما تزر الزربة ماهيش ملاحة، الزربة مش ملاحة مش ملاحة. ربي يرحمو السيد والله، ربي يرحم الناس اللي ماتو، والله يا مات ماهمش ملاحة. ليكيب بدينا نصوروا على 10 تاع الصباح، بدينا وين سيدي عاشور، احنا هنا دروك احنا عديوا على حي الغيب. الدنيا راهي حازمة كيما راكم تشوفوا، نديروا الجولة تاعنا كي العادة 30 دقيقة ولا واش كتب ربي. مع العمل حتى العمل الدنيا ميتة، نحسوا العمل لا والو، ربي يفرج بركة وربي يقدر الخير بركة. والله الراديو ام حداد غير القرآن و
ليكيب جبنا المكتوب. حنا ناويين إيرا الجيري نعديو للكور. شباب الدنيا حابسة سخانة، راهي سخانة كبيرة، راهي ماشية وتزير. حيدات كل حبس، يعني كلها بحيدات تتزاير كل. كان غير تاع تونس برك. إنه لكم عدو. كان حرائق من مشاهد يعني والله لا نستطيع أن ننظر إليها. لنقل هذه الصور وهذه المشاهد من قلب الحدث ينضم إلينا السيد حسن منوار ناشط جمعوي متواجد الآن بمنطقة زنزو. السلام عليكم فضيلة الأستاذ.
عليكم السلام والسلام عليكم لكل مستمعي قناة القرآن الكريم. اهلا وسهلا بك استاذنا الفاضل. ممكن تضعنا في الصوره يعني حجم الحريق وكذلك حجم المعاناه التي وصلها اليها اهل نحكيو مع هاد الناس هذو ونرفقوا عليهم. اولا ثانيا المواد الغذائيه الاساسيه والاوليه من الماء، لان الماء راه منقطع يعني، ونعرفوا انه كاين شح على المياه في المناطق والماء منقطع، إذا ما عندهمش الماء ولا باه يطفيو النار ولا باه يشربوا. فكنا من أول يوم قلنا أي شركة أي خاص أي بلدية في المناطق المجاورة في الولايات الوحدية اللي عندهم شاحنات السحارات يبعثوهم، وما زال الاحتياج إلى يومنا هذا، لأنه بعد إطفاء النار كاين الغسل كاين التنظيف. عندنا أيضا المواد اللي هي للأكل، المناطق ما فيهاش غاز منذ 4 أيام مقطوع الغاز ومقطوع الكهرباء، حتى التليفون والانترنت راهم مقطوع. حتى الناس راهم يحاولوا يتصلوا بالعائلة تاعهم او اصدقائهم، كي ما يحكموش التليفون ما يتقلقوش لانه مقطوع الكهرباء. نعم سيد برك حسن استاذ حسن من وين؟ كل ما هو الدواء ولا ادوات الشفاء الطبيه باش تداوي الجرحى. نعم، أنا حبيت تحطنا في الصورة، تقولنا ما هي المواد الضرورية التي يجب أن تصل في الحين، يعني ما يحتاجه يعني في الضرورة. شوف في الضرورة اليوم ما في كل الشركات اللي عندهم شاحنة أو يعني تراكتر في كتابة الماء يبعثوها معمرة وين الحق يحتاجوها. ان شاء الله اذاعه القران الكريم تكون جسر للتواصل ان شاء الله كل الشركات اللي عندها هذه النوعيه من المركبات. يومين تاع نهايه الاسبوع كل الشركات البلديه قريب يتنظموا ويحتيوا بايدي بعثات تاع التنظيف لنصف الطرقات، الطريق ما بين تقصب يعني من 6 تقصب حتى أعالي عين الحمام فيها أحجار في الحجر وفيها الشطب وفيها الشوك وفيها الأشجار محروقة في وسط الطريق، وهذا يعقد السير وأيضا في حاول المرور. هذا الطريق الوطني هذا يكون مفتوح، ثم ندخلوا إلى بعض القرى باش نساعدوا الأهالي في تنظيف الطرقات نتاعهم الداخلية، وايضا محاوله يعني كما نقولوا الانقطاعات وضرب الكمل وشركين الماء، اذا محتاجين ايضا يعني عتاد ويد عامله، محتاجين ايضا ليزوانيو يعني الناس اللي يعرفوش الاطباء. انا نظن انه صعب حاليا بما انه كورونا مازال ترى ايضا اهتمام كبير، ومازال عندنا ثمك عدد كبير من الاطباء اللي راهم مرض، ولذا يعني اي واحد اليوم كان ما فيك شفاء اسلاميه كان ممرض وراه متقاعد كان طبيب ولا الطلبة اللي راهم يقراو في الطبي أو في الطبي، يعني هذا كامل هذه فرصة تضامن تاع العمل التطوعي، ومنها يعني حتى تكتشفوا المنطقة وتكتشفوا ثاني الطيبة تاع الناس. أنا صراحة حوالي 150 كيلومتر هذه المناطق اللي مشيت لهم دخلت في عدد كبير من القرى باش نشوف الاحتياجات تاعهم. يعني أخت وكل من يعرفوا أن الناس يعني يفرحوا كثير مخصوصهم لأنهم 4 أيام هم وحدهم، ثم في الظلمة وكان لها انترنت، لما يشوفوا أي واحد جاهم بسيارة ما هيش من عندهم يشوفوا يستقدم كاينين من هنا مثلا يعني ما حبش نقول مثلا نتيو باش تمدوا الاشياء كيما هكذا نشوفوا هما يسرعوا لي ما كنحبسوا عندهم يحسبوا حنا كيفاش ما حدوناش نشربوا الماء يجيبوا لنا الماء يجيبوا لهم الناس عطوا لهم الناس باش يشربوا يجيو يتشراوا شكون هذا من كرم الجزائريين سبحان الله. يعني باش نشوفوا في كل مكان الشركات راهم نظم، يعني نقول لك حتى اماكن تاع استقبال الاعانات موجود ومنظم، يعني كاين داروا عرفوا حنا المنطقه تاع القطريب عندهم مجتمع مدني منظم، الشباب منظم حتى النساء ما عندهم جمعيات منظمين، يعني موجودين روحهم وموجودين الشباب في تشارشي والكمين وليفرقوا يعني المواد الغذائيه والافرشه والالبسه، ومن بعد منظمين كيفاش يوزعوها موجودين وحدين بقوائم، يعني هما هما مثلا حنا كنا ناخذ اخبار ونوصلها للعاصمه باش نقول لهم واش يوجدوا، وهما تما لقيتهم مشتين وحدهم
يعطوا عائلة عائلة، كل واحد من راح، كل واحد وشو كتير باش يوصلوا كل شيء للمطلق. ما شاء الله ما شاء الله. يعني إذا العمل راهو ولكن مش محتاجين، محتاجين اليوم ليكيب كنا في الكور وانا شفت راح بيعلنهم في الدموع تاع الحزن لانه شو الطبيعي احنا نعرفوا اكيد اكيد لما تخرج المنطقه يعني وكانه وصلت المنطقه يعني معناتها يعني هما عندهم علاقه تاريخيه، علاقه نوستالجيه، علاقه روحيه مع الشباب تاعهم. اليوم واحد يروح يروح يتكلم معاهم ويحاول هذا ممكن هي نقطة مهمة، دعوة إلى احترام الإجراءات حتى لا نقع كذلك في قضية أخرى وفي فعل يعني لا يحمد عقباه آخر يكلف الجزائر ويكلف الجزائريين الكثير إن شاء الله. رب العالمين راهي مستهنة من الأيام القادمة ربعين شهر، لكن مش ذلك أنه راح يكون ارتفاع في عدد إصابات كورونا، لأنه الناس اللي ما نعرف أن هذا ربما المختصين في الناس كورونا الناس اللي يحطوا لما يخوصوا من المدينة والمنطقة تحن لأنه يقول لك ربما هنا ما كاش كورونا، لا كورونا في كل مكان. من المستشفى البارح في تعين الحمام معمر بكوفيد، ونعرفوا المستشفى تعين الحمام يعني مش بيت ولا هما يعني النار بحسب الصور احنا صراحة شفنا هذيك المكانة باك والحمد لله ما دخلتش النار الداخل، يعني تبندوا عليها الشفاف وحماوا المستشفى باش ما توصلوش النار، ولكن معمره بالناس اللي عندهم الكوفيد عندهم كورونا وراهي كل يوم النار هذه النار راهي هتك كامل الطبيعه وقتلت الناس، ولكن ما زال وقت الكورونا، النار ما وقتش كورونا، كورونا راهي ما زالت تمشي وما زالت اصابات والاصابات راح تزيد. لو هاد الايام ما احترمناش اجراءات الوقائيه رايحين ربما لنا على اسبوعين في الاساس ما نجمش نتكلم على الميران تبدا تصعيب الحياه ترجع عليه ولا كان ولكن كورونا ما شاحت حتى في الاساس يعني الحاسب ثم الحاسب حتى غدوه باش طالعين ربطتكم بدون رفاقات معكم ان شاء الله ان شاء الله يا رب. شكرا بارك الله فيك الاستاذ حسن منوار ناشط معهم ومثل عن رئيس جمعيه الامان للجمعيه الخيريه، شكرا على هذه الكلمات الطيبه، نقلنا الصوره من المنطقه بالذات، وكذلك ذكر ما يحتاجه اهل، يحتاجون الى الدعم المعنوي، يحتاجون الى الدعم المادي والمواد الغذائيه الضروريه لان فقدوا كلش. يعني والله مشاهد نعجز عن وصفها، كل يعني المشاهد فارغه بالهبه الشعبيه، مطمئن بهذه المشاهد من كافه الجزائريين، فارغه الى مغفره من ربكم ان تكون هذه العمليه التضامنيه والهبه الشعبيه التضامنيه دائما الشد على يد اخوتنا في منطقة المتواجد فيها الحرائق والأكثر تضررا. أحبتي الإيمان ما زال برنامجنا متواصل، نعود إليكم فضيلة الأستاذ أحمد عماني إمام منتج بإذاعة القرآن الكريم. أستاذنا الآن أكيد الناس بعد ما فقدت أرضها وفقدت بيتها وفقدت حيواناتها وفقدت شجرتها وفقدت يعني ملابسها وكانوا فقدوا عائلاتهم وأولادهم كاين وفيات، الآن أكيد تغضب أكيد تزعل أكيد تنحى عامية، دعوة إلى التحصن والصبر عند الشدائد والصبر عند البلاء، وكذلك الآن
الاقتصادية للبلاد. وكأنه كلام بقارة صلى الله عليه وسلم إن قامت الساعة وفي يد أحدكم تنزيلا فإن استطاع أن تقوم حتى يغرسها فليغرسها. هناك هذه الحالة أنا أشرت إلى قول رسول الله نظرا لأهمية كبيرة للشارع العربي بصفته عامة ولهذا يعني المشرع الجزائري أعطى حماية جزائية خاصة وحرص على سن قوانين تعاقب كل من قام سواء كانت هذه الأفعال تصف جنح أو مفارقات وبدرجة أكثر والجنايات والمسارقة العربية التي كان يضرب بها. يعني الحماية الجزائية تضمنها المشرع الجزائري في القانون 84/12 النظام العام للغازات. هذا القانون الذي أعطى يعني في أعطى مفاهيم الغابة أو ماهية الغابة في المادة 8 جميع الغابات المغطاة بأنواع غابية على شكل تجمعات غابية في حالة عادية. يعني أن نشوف بالتجمعات الغابية المشرعة في هذه الحالة المساحة كثافة الأشجار وكذا طبيعة المنطقة. إذا لم نأخذ أنا حتى نقول أن هناك غابة يعني في القانون 12 قانون 84/12 أعطى معايير لتصنيف هذه. مثلا نجد أنها في المناطق الرطبة وشكل القانون الشجرة في هذه المناطق اللي تقارنها مثلا في المناطق عندك ولدك يبر بشوية ولا لا؟ غالبا ما يبر بشوية خطر الكونفيجيراسيون ما تبدلش نورمالمون. ليكيب جبنا المكتوب احنا هنا وين لافونبور فتحونا والله ما عاد ما قدرش حتى يهدر عاد قلبو يرجع فيه بشي اللي راهو صاري الوقت لعبة يرتاح والله يجب شوية وقت هذا بلد يسمي البلايز والله ما هو قادر غادنا السيد هذاك والله غادتنا الدنيا الدنيا اللي تحرقت الناس اللي ماتوا وفضلت بالسيد هذاك ظهر مسكين حرقوه هو يعني راح غلطة كيما هذاك وزربة ظهر السيد ليهش لينش مسكين انسان ارتيست على روحه يرسم وشفت فيديو تاعو يعلم في كحلات صغار دم يعلم فيهم العربية والله غير العبد
ديفرونس كبيرة والله. ربي يرحمه إن شاء الله يجعله إن شاء الله في الجنة اليوم قبل الغدوة يا رب. الناس اللي ماتوا كل في الحرق في الحريق هذا يا ربي، ربي إن شاء الله يرحمهم ويجعلهم في الجنة إن شاء الله. زربة زربة ما يش ملاحظ الله ما يملاح. تحكمت واحد شكيته فيه دي أخويا، خلي عند الحكومة أخويا، خلي عند الحكومة تدبر راسها. كفاية هذا تحرق بشر، لا تحرق بجمشة جمشة. أنت من بقى حتى نتبت منه، من بقى حتى خرج عليه حكم ولا ما عندكش حتى شاهد؟ شهدتي عليه أنت، شفتيه قد يشعل في النار ولا لك ما شفتيهش باين؟ حتى في الدين تاعنا يقول لك أخويا لازم باش تقيم الحد على واحد لازم 4 شهود و هادي باش تجلدو برك. يا صار يا ما تقتلو، والحريق ما كانش خلاص، حنا ما عندناش اللي تدبت الواحد بالحريق هادي. الله ربي يهدينا والله العظيم. ديما عقبت نهار كامل قلبي طاير عليا. ربي بركي والله يطفي النار دي اللي شعلت اللي فتنة كبيرة وقعت، فتنة كبيرة والله، فتنة كبيرة. ربي يهدينا يحملون معه المصيبة، وأن إخوانه في دائرة
بدائرة مصيبتي مؤازرين له متضامنين معه. هذا هو الشيء الوحيد الذي يخفف وقعها ولا عند الخطاب القرآني حينما خاطب بصيغة الجمع من قول الله عز وجل الذين إن قلت الذي قال الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المفلحون. فالمصيبة إن كان أصيب بها شخص فيصاب بها جميعا. الحديث النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين بتواده وتراحمه تعاطفه تآزره كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعب سائر جسد السائر الحمد. الله عز وجل قد خاطب هذه الأمة بصيغة واحدة فقال إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون على أمة واحدة. لذلك فإن أصيب فرد من أفرادنا فإن أمة وهي خاوية على عروشها قال ليكيب هنا نكملوا الفيديو تاعنا تاع اليوم. ان شاء الله عجبتكم الجوله. ربي يرحم الناس اللي ماتوا الكل. نشوفكم نتلاقاو غدا ان شاء الله. السلام عليكم. إلا أنه
لن ينسى وهو في عز أزمة إسرائيل هل أن يتمعنا في الأزمة التي المفيدة وهي أزمة الحياة التي اجتمعت تلك الوزن وأخرى على القرى والمباشر وذلك فقد فتحت أبواب المزاد والسواد وجعل مأوى استقبال أبواب المتضاربين ولا شك أن أزمة ستمر ويبقى الموقف هو السيد قائم والتاريخ مسجل ويبقى هذا الموقف الذي يسجل وعلى ماذا فدعوة الإسلام إلى المحسنين ودعوة الإسلام إلى الذين مكانهم الله عز وجل من الخيرين أن لا يتخلف عن تسجيل أنفسهم وأسمائهم في سجل التاريخ وفي سجل الله عز وجل الذي جعل مرصودا بين السماء والأرض قبل أن تطلع يوم أن السماء تبين السجل الكتاب كما بدأنا أول حد نعيده وحي علينا وزارة الشؤون الدينية والأوقاف دعت يوم أمس في بيان لها أن تقام صلاة رمضان على هؤلاء الأطفال رحمهم الله بعد صلاة الجمعة حسين الزاوية كل المستمع حينما الحق هذا يعني أقل ما يمكن أن يفعل في تضامن تلك المشاكل التي هي لعل صلاة الرحم من فضائل هذا الخير أن نأمل الشهداء الذين قضوا الحق والذين اختاروا الله عز وجل إلا غابت عن الإنسان لكن الله أرواح الإنسان في المتشرع وعلى هذا في كلمة الله إلى الدليل من ذلك الذي يدير الشرك والوقاف قد أدعنا إلى أئمتنا ونستوى على الإنسان كافة مسائل الدنيا مع خطوة الجمعة كذلك والحماسة التي يجب تحويها من الدعوة للتضامن والتآزر والدعوة كذلك إلى إغاثة الإخوان الذين